اهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتكم نيو ميديا تي في في برنامجكم الاستوديو. موضوعنا لليوم القضيه الفلسطينيه. يحضر معايا الاستاذ طاهر الشيخ الكاتب والصحفي الفلسطيني المقيم بتونس. مرحبا بك سي طاهر. اهلا وسهلا بك يا استاذه ضحى واهلا وسهلا بالمشاهدين، ونامل ان تكون هذه الحصه مفيده حول القضيه الفلسطينيه. شكرا لك سي طاهر. نشوف الناس يتابعوا باهتمام القضيه الفلسطينيه من ما حصل فيها من مجازر وقتل وجرح طبعا هو احنا امام مشهد لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. يعني اليوم تحتفل فرنسا بمرور 80 عام على نزول النورماندي وفوز الحلفاء على النازية. اما اليوم الذي يحدث في فلسطين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس لم يراه العالم منذ سنوات عديدة. يعني لما كنا إحنا نتحدث عن القضية الفلسطينية ونقول أن هناك تهجير تم عام 1948 بمجازر، كنا نذكر مجزرة دير ياسين لكن لا نرى، نذكر مجزرة في المكان الفلاني، وصولا إلى أن الصهيونية العالمية بدأت تشيع أن الفلسطينيين قد باعوا أراضيهم وهربوا، وهذا لم يحدث. يعني إحنا من روايات الأجداد الذين سلمونا مفاتيح المنازل البيوت تحدثوا عن تهجير قصري بالمجازر، نراه الآن في هذه الأيام منذ 7 أكتوبر حتى يومنا هذا أن هناك تهجير قصري، قصف بالطيران، مدفعية بحرية على قطاع غزة. سي طاهر، شفنا دعم تونس للقضية الفلسطينية والوقفات الاحتجاجية الموجودة في تونس، خرجنا في تقرير لزميلة غادة. نبكي نحن كيفاش صار فيهم ديما، والله ديما، والله ديما، والله ديما عليها يا غدا خلو فيهم تدخل عليها المستشفيات. صحيح صحيح. والله الشعب التونسي اليوم قاعد يتظاهر ويستند في فلسطين بالمساعدات وبرشا حاجات. انا نتمنى خويا من الدول العربيه الكل خويا نخبوا مع بعضنا لفلسطين، يد واحده لفلسطين. انا خويا حاجه بركه نحن نوصلها للشعب العربي الكل، حاجه بركه من تونس للتحبين. انا خويا نقول ما تتبعوش ما تتبعوش التطبيع، راهو التطبيع راهو ماهوش باه. غزة معناتها ذري صغار نخسر فيهم يقتلوا فيهم، شكونهم؟ أمريكا وفرنسا عليه شنو يعملوا؟ شنو هما كان حبوا يهديوا المشكلة مو يهديوها. احنا أنا تو نكلم فيك عمري 75 سنة بالأحرام نهز السلاح ونحارب. أعطونا كيفاش نتعدوا بركة، خلنا نمشي نحارب. تعليقك على هذا التقرير. في الواقع تونس منذ يعني سنوات عديدة إذا تحدثنا على استضافة القيادة الفلسطينية في تونس عام 1982، إذا تحدثنا على مشاركة وحدات من الجيش التونسي في حرب عام 1973 في أكتوبر في مصر، إذا تحدثنا على الذين صاروا على أقدامهم عام 1948 للمشاركة في الدفاع عن فلسطين، كل هذا يؤكد أن الشعب التونسي يحمل فلسطين في قلبه شيوخا ونساء وشبابا وأطفالا. المظاهرات التضامنية اندلعت في تونس
فجر يوم الثامن من أكتوبر مع بداية العدوان اللي بدأ في 7 أكتوبر، هذا العدوان الصهيوني على قطاع غزة. انطلقت المظاهرات، مظاهرات في الجامعات، مظاهرات من نقابة الصحفيين، مظاهرات من الاتحاد العام التونسي للشغل، مظاهرات من المحامين. الخطابات والكلمات التي ألقاها، وفي الأواخر هذه شفنا زاد رياض الأطفال كذلك مشاركة من نصاصل إليها، سواء من الخطابات التي ألقاها الرئيس التونسي القائد سعيد مساندة لفلسطين، وتوجيهاته إلى وزير الخارجية في كافة المحافل أن يقف إلى جانب القضية الفلسطينية، وصولا إلى يعني رياض الأطفال الحضانات. أنا كنت أحضر منذ أسبوع يوم عيد الأمهات في تونس تظاهرة تحت عنوان 1,000,000 طفل تونسي يشاندون فلسطين، منهم طفل يعني حوالي 100 طفل كانوا كاتبين رسائل إلى أمهات الشهداء. طفل منهم يعني أنا أبكاني بيقول في رسالته بخط إيده المصورة عندي، أم الشهيد هي أمي، يا أمي إذا كان قد استشهد ابنك أو طفلك فأنا مكانه، أنا سأتبناك لتكوني أمي وأنا سأكون ابنك حتى تحصل فلسطين على الاستقلال. هذا من الأطفال اللي عمرهم 5-6 سنوات، يعني ما موجود معي عندي الرسائل. كل هذا يدلل أن الفلسطينيون ليسوا وحدهم، الفلسطينيون تضامن معهم الشعب التونسي، كافة شعوب الكرة الأرضية تضامنت، شعوب الحرة. نحن لا نتحدث على الأنظمة، الأنظمة عندها حساباتها الدقيقة، لكن الشعوب وخاصة طبقة الطلاب يعني يوما عن يوم ترتفع الوتيرة في التضامن مع القضية الفلسطينية. سي طاهر، هل توافق حماس على مقترحات بايدن؟ هو المقترحات الأخيرة للرئيس الولايات المتحدة الأمريكية بايدن غير واضحة حتى الآن، يعني احنا كصحفيون إعلاميون قرأنا أنها فيها 3 مراحل، المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة. ما تريده القسام بالتحديد هو وقف العدوان، يوقف العدوان وبعدين نتفاهم، ما معناه يعني وقف العدوان ومن بعد نتفاوض. إذا لم توقف العدوان بتحاول تعمل هدوء وقتي أو وقف إطلاق نار وقتي حتى تحصل على الرهائن والمحتجزين من يوم 7 أكتوبر ثم تعاود الحرب والعدوان مرة أخرى، هذا لن يكون، لن توافق القسام. لذلك المطلب الأساسي إذا تضمنت المفاوضات الوصول من البداية إلى وقف إطلاق نار أو وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، سوف توافق القسام على هذا، ثم تبدأ المفاوضات التي سوف تستغرق يعني كل مرحلة، المرحلة الأولى 6 أسابيع، المرحلة الثانية 6 أسابيع، المرحلة الثالثة 6 أسابيع، وصولا إلى أنه يتم عملية التبادل، تبادل جنود الصهاينة الأسرى مع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال والذي بلغ عددهم أكثر من 8,000. هذا يعني ردا على سؤالك، ستوافق القسام على وقف إطلاق نار دائم ثم المفاوضات، يعني لا تضعوا كما يقال العربة أمام الحصان، لا، ضعوا الحصان أمام العربة، وقف إطلاق نار فوري، وقف عدوان الصهيوني على قطاع غزة وعلى كافة الأراضي الفلسطينية، لأنه إحنا منشغلون بقطاع غزة لكن يوميا في الضفة الغربية اقتحامات واعتقالات وشهداء أيضا بلغ عددهم حوالي 500 شهيد. يعني إذا كان في قطاع غزة وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 36,000، يعني الآن نحن نتحدث ممكن يكون وصلوا إلى 37,000 شهيد، نصفهم بالضبط من الأطفال، 15,000 طفل
يعني هذه الإبادة المستمرة لن تعود القسام إلى ما حدث في السابق عندما تمت الهدنة وتم تبادل أسرى بمحتجزين، لن تعود إلى ذلك. كيف شفنا رغم كل الأصوات اللي تعالى في العالم لكن لا جدوى؟ هو إحنا يجب أن نصل إلى مرحلة من الضغط الشديد على هذه الحكومة اليمينية، لأنه إحنا أنا قلت من البداية في مقابلات عديدة كان شعاري الحرب في أول السكة، لأنه نحن نواجه حكومة يمينية على رأسها بنيامين نتنياهو مجرم حرب. هذا الرجل يتمسك برئاسة الوزراء وبالكرسي حتى لو وصل الأمر إلى قتل الرهائن الإسرائيليين المتواجدين، لأنه يعني في عدد كبير من الرهائن يعني قتلوا من القصف الإسرائيلي. هو مش مهم عنده، هو المهم عنده أن يبقى، لأنه يعرف إذا وصلنا إلى سؤالك السابق إلى وقف إطلاق نار اليوم سيذهب نتنياهو إلى السجن، مش بقرار المحكمة الجنائية الدولية، سيذهب إلى السجن لأنه متهم في قضايا في داخل الكيان الصهيوني، هو وعدد من أعضاء الحكومة ومنهم بن جفير الصهيوني المتطرف رئيس الأمن القومي الإسرائيلي والأساني سموتريش اللي هو وزير المالية. كل هذه الحكومة اليمينية سوف تذهب إلى مزبلة التاريخ. ناهيك عن قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي اعتبر أن نتنياهو مجرم حرب ورئيس الأركان ووزير الدفاع، فهو يحاول أن يطيل أمد الحرب. هو بالأمس يهدد بإطالة أمد الحرب والاتجاه إلى الجبهة الشمالية وشن العدوان على جنوب لبنان وضرب معاقل حزب الله. إذن هو لا يهمه في شهداء، ما فيش شهداء، في عدد كثير من الجنود الصهاينة قتلوا، يعني حسب الإحصائيات الأخيرة التي يذكرها المختصون تختلف عن ما يذكره الجيش الإسرائيلي، هناك حوالي يعني خيالي 1400 دبابة ميركافا، منهم 1200 دبابة ميركافا دمرت للكيان الاحتلال في هذه الحرب بقذائف الياسين 105. ومن يتحدث عن استمرار الحرب يقول أن الولايات المتحدة سوف تعوضنا هذه الدبابات، لكن إذا سؤال إذا عوضتك الولايات المتحدة الأمريكية 1200 دبابة ميركافا، أربعة أحدث دبابة في العالم، من أين ستجد أطقم هذه الدبابات؟ أنت تحتاج على الأقل 5 سنوات هذا الكيان لتدريب أطقم جديدة على الدبابات، لكن هو مواصل هذه الحرب في تحدي للمجتمع الدولي، في تحدي للمحكمة الجنائية الدولية ورفض قراراتها، ووصولا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعطي تصريحات أمس أنها لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية. تعترفون فقط عندما كانت المحكمة الجنائية الدولية تريد أن تحاكم الرئيس السوداني أو تريد أن تحاكم الرئيس الروسي بوتين، لكن لا تعترفون عندما تريد أن تحاكم هذا الكيان. ولذلك نفذ صبر بعض الدول اليوم ودخلت أسبانيا على لسان رئيس الوزراء الأسباني للانضمام إلى المحكمة إلى 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 قرار جنوب أفريقيا برفع هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ورئيس الوزراء الأسباني قال أننا سوف ندعم تنفيذ هذه القرارات لأن في قرارات لم تنفذ. وتساءل العالم المحكمة الجنائية الدولية لمن تتبع؟ المحكمة الجنائية الدولية التي قال عليها بايدن أننا لن نعترف بها هي تتبع الأمم المتحدة، تتبع الأمم المتحدة، والأمم المتحدة بمؤسساتها ومنها مجلس الأمن تستطيع أن تجتمع وتقرر تنفيذ هذه القرارات بناء على البند السابع من قانون الولايات المتحدة الأمريكية، يعني تنفيذ هذه القرارات بالقوة. طبعا الولايات المتحدة تعتمد على الفيتو في مجلس الأمن حتى لا يتم تنفيذ هذا القرار،
لكن نحن الآن في مرحلة دقيقة وصعبة جدا، يجب وقف هذا العدوان، لأنه يعني إلى متى وإلى أين نحن ذاهبون؟ هذا السؤال إلى المجتمع الدولي. شكرا لك. قبل ما نواصل معك، احنا في بلجيكا كيف وكبنا التظاهرات والوقفات الاحتجاجية، في نخرج في تقرير للزميل نجاح مجذوب ونرجع. Hallo, met een groep huisartsen uit Gent boycotten wij Teva, het bedrijf Teva, omwille van hun steun aan de staat Israël in het bezetten en kolonialiseren van Palestina. Dus we hebben een actie waarbij we flyers hebben om aan patiënten te vragen en aan collega-artsen om geen producten van Teva meer voor te schrijven. C'est horrible et je trouve que tout le monde a la responsabilité de dire quelque chose, de monter sa voix, montrer sa voix et en solidarité avec les gens palestiniens parce que c'est pas possible ce qui se passe maintenant, c'est la génocide. Boycott Israël! Boycott Israël! Free, free, Gaza! Arrête! Arrête la guerre! شفنا الوقفات الاحتجاجية في بلجيكا، وشنو هو تعليقك عليها؟ هو العالم الآن أصبح لا يتحمل هذا العدوان المستمر منذ أكثر من 4 شهور، 246 يوم تقريبا، بعد التحرك العربي من النقابات سواء في تونس أو غيرها. يعني مش هنقول تفاجأنا، لأنه تفاجأنا هذا في داخل المجتمعات الغربية عندما يصل الظلم إلى حالة من قتل الأطفال وهذه المشاهد المروعة، تحركت العديد من الطبقات وخاصة طبقة الطلاب. يعني ما نراه الآن خلال الفترة الماضية، تحرك الطلاب في الولايات المتحدة الأمريكية في الجامعات، تحرك طلابي في الجامعات الفرنسية، تحرك طلابي في الجامعات البريطانية، وصولا إلى ما يجري كل هذه الأيام من تحرك طلابي في بروكسل، أيضا أمام البرلمان الاتحاد الأوروبي، لأن أوروبا عليها مسؤولية كبيرة في هذا الصراع، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بالتحديد هم الذين زرعوا هذا الكيان في داخل فلسطين. هم تخلصوا من اليهود في أوروبا وألقوهم إلى داخل فلسطين وادعوا أن هذا وطن قومي لليهود. هذا ليس صحيحا. يجب أن هذه الطبقة أن تعرف في أوروبا أن هذا الكيان ليس له أي حق في فلسطين، ليس له أي حق في فلسطين. هم يعتقدون أنه كان هناك دولة إسرائيل ودولة فلسطين، وجاء قرار الأمم المتحدة لكي يقول هذه دولة إسرائيلية وهذه دولة فلسطينية. هذا ليس صحيحا. هذا الكيان تم زرعه والإتيان به من أوروبا وخاصة بريطانيا التي كان لها حق الانتداب على فلسطين. بواخر كاملة كانت تأتي من أوروبا يتخلصون من اليهود في أوروبا، اليهود الذين لم يستطيع المجتمع الأوروبي أن يتعايش معهم. هذه حقائق يعرفوها جميعا. سي طاهر، وإحنا كل مرة نواكبوا الوقفات الاحتجاجية نمشيوا لباريس في وقفة احتجاجية مع زميلة رباب
عسلامة قدور. أهلا بيك، يعطيكم الصحة. شكرا لك. دونك توا نيو قناة نيو ميديا في ساحة الجمهورية في العاصمة الفرنسية، كما كنت تشوفوا دونك في التصوير محاولة لقمع هذه المظاهرات يعني المتضامنة مع القضية والداعمة للقضية الفلسطينية. قدور كصحفي مقيم لهنا، شنو رأيك في اللي يصير؟ أكيد هو اليوم يعطيك الصحة أخت رباب على حضوركم اليوم، هو حضور يعني كافة الإعلام، إعلام برشا موجود أنا، إعلام عربي، إعلام أجنبي أوروبي، أكيد اليوم باش يعطوا مساج للسلطات الفرنسية على شنو اللي المواقف اللي واخذتها السلطات هذه، بالرغم من أنه حذرت اليوم على للمجتمع سواء الفرنسي ولا العربي المسلم اللي موجود في فرنسا انه ما ثماش مانيفستاسيون، ولكن بالرغم من القيود اللي موجوده وعديد جدا يعني الشرطه الفرنسيه اكثر من الشعب اللي موجود هنا. شوف حنايا، السلام عليكم ورحمه الله، حنايا مع الناس المظلومه في كل مكان، في الأرجنتين، في أي بلاصة، في أي بلاصة، في الجزائر، في أي بلاصة، نحن ضد الاستعمار، نحن ضد القتل، نحن ضد كل الناس اللي تحب تقتل باسم ما نعرفوا شيء ديانة ولا باسم ما نعرفوا شيء حزب. حنايا مع السلام، الناس هذه اللي تحب تقتل الناس وتضعف الناس وتحط الناس ضد بعضها، حنايا ضدهم كل، حنايا مع الأطفال في كل مكان. سي تاهر، شفنا الوقفات الاحتجاجية اللي كانت مواكبتها زميلتنا رباب ببريز، تعليقك؟ والله يعني مهم جدا أن 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 تصحو السياسة الفرنسية وأن تواكب ما يجري في أوروبا. هناك أسبانيا اعترفت بدولة فلسطينية، هناك سليفونيا، هناك إيرلندا، عدد من الدول وصل الآن 146 دولة تعترف بفلسطين، دولة فلسطين. باقي فرنسا حتى الآن الرئيس ماكرون يماطل ويقول سنعترف في الوقت المناسب، ولذلك نرى هذه الـ 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 الوقفات التضامنية مع القضية الفلسطينية للضغط على السياسة الفرنسية حتى تعود بوصلتها إلى الاتجاه الصحيح. نحن نقول البوصلة الفرنسية تعود إلى الاتجاه الصحيح، كانت طوال عمرها هي المحافظة على مبادئ الإنسانية وكل هذه الأمور، ويدعي مثقفيها أنهم يقودون هذا العالم الحر. إذن أين أنتم من قضية فلسطين؟ نخرج في تقرير ثاني لزميلة رباب من باريس. On en est à 75 000 bombes, tonnes de bombes livrées, oui ça fait presque un peu plus parce que certaines bombes font une demi-tonne et non une tonne, et donc c'est voilà 20 fois plus que tous les bombardements de toutes les villes pendant la Deuxième Guerre mondiale, plus l'Irak, plus l'Afghanistan. Donc, et ça en 8 mois, très exactement, on peut dire jour pour jour, puisque nous sommes le 6 juin. Grâce à notre mobilisation, on a eu une première quand même petite victoire, puisque Israël vient d'être exclu du salon de l'armement. Bonjour, donc je suis Samia et aujourd'hui je suis présente à ce rassemblement pour dénoncer la présence et le futur accueil de l'État génocidaire d'Israël au JO Paris 2024. C'est tout simplement un scandale aujourd'hui d'accueillir cet État qui commet au quotidien, chaque heure, chaque seconde,
des crimes de guerre. Et aujourd'hui, il va être accueilli à Paris avec ses athlètes comme si rien ne se passait. Alors que chaque jour, cet État tue des femmes, des enfants. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour dénoncer cette participation de l'État d'Israël, mais également pour dire au comité JO Paris 2024 de ne pas céder et de ne pas accueillir la délégation d'Israël à ces JO Paris 2024. Aujourd'hui, les JO Paris 2024, s'ils veulent marquer positivement l'histoire des Jeux Olympiques, doivent absolument bannir, je dis bien bannir, la participation d'Israël au JO 2024. Je suis enseignante, membre du collectif Éducation avec Gaza, et au quotidien nous transmettons des valeurs, des savoirs à nos élèves, à nos étudiants, qui sont celles des JO, telles que l'égalité, telles que l'excellence. Et aujourd'hui, on ne peut pas, nous, en tant qu'enseignants et membres de la communauté éducative et de l'enseignement supérieur, transmettre ces valeurs-là tout en cautionnant la participation d'un État génocidaire comme l'État d'Israël à ces JO Paris 2024. Donc aujourd'hui, nous demandons, nous exigeons que l'État d'Israël ne soit pas participant de ces JO Paris 2024. Il ne faut pas trahir l'histoire, il faut être du bon côté de l'histoire. Boycott Israël, au JO de Paris. 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 Boycott Israël, criminel. Je complie. Maintenant que on sort, maintenant que on sort, maintenant qu'est-ce qu'on veut? Des sanctions. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Des actions! Qu'est-ce qu'on veut? Des actions! Contre qui? Israël! Contre qui? Israël! Contre qui? Israël! Qu'on sent maintenant! Qu'on sent maintenant! Qu'on sent maintenant! Voilà, alors je voudrais commencer, je ne sais pas s'ils sont déjà arrivés, par remercier nos camarades de la CGT de Décathlon qui se sont associés à cet appel. تعليقك سي طاهر على هذه الوقفة؟ بالطبع هي وقفة مهمة جدا وتأتي في وقت مهم جدا، لأنه نحن على بعد أيام من انعقاد الدورة الأولمبية بكافة ألعابها ورياضيها في فرنسا، ولذلك اليوم مطالبة هذه الوقفة على الأقل أن نخرج بقرار منها للضغط على اللجنة الأولمبية لمنع مشاركة رياضي الكيان الصهيوني الاحتلالي، لأنهم مشاركون في تظاهرة عالمية في باريس، دورة أولمبية هامة جدا في باريس، وأنت تأتي برياضي الكيان الصهيوني لكي يشاركوا مع رياضيين العالم في هذه التظاهرة، وهذا جيش الاحتلال الصهيوني يقوم بقصف مستمر وقتل وعدوان على محرقة اللي كانت في رفح منذ أسبوع. فهذه التظاهرة هامة جدا للفت انتباه، وهي تعرف اللجنة الأولمبية الفرنسية وترى وتسمع أن هناك انتهاكات ضد حقوق الإنسان وضد حقوق البشر تجري في قطاع غزة، أطفال لا يجدون ما يشربون، ماء يشربون الماء المجاري حتى مش معالج. كل هذا يتطلب على الأقل من اللجنة الأولمبية أن تقول أنني سأمنع مشاركة رياضي كيان الاحتلال في هذه التظاهرة الأولمبية الدولية. قبل ما نختم معك سي طاهر، لك الكلمة، كيف ترى الأيام القادمة في القضية الفلسطينية؟
طبعا أنا كل أمل أن تستطيع الدول الضغط على كيان الاحتلال الصهيوني للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار. هذا الوقف الدائم لإطلاق النار على الأقل سيفتح أبواب المساعدات للدخول هذه المساعدات إلى 2,300,000 مواطن بينهم جرحى يخرجون للعلاج في المستشفيات في الخارج، أن يقف هذا العدوان حتى يستطيع 1.5 مليون المحاصرين في رفح أن يعودوا إلى الشمال ويعودوا إلى الجنوب. صحيح هم يعودون إلى أراضي جرفت، مفيش مساكن، يعني هذا العالم عليه أن يتخيل مفيش مساكن، فيعودون إلى خيم، ولكنها خيم فوق أراضيهم التي لن يتخلوا عنها. تشبث بهذه الأرض، ثبتوا في هذه الأرض وبقيوا في هذه الأرض وأفشلوا مخطط التهجير القسري الذي كان يريده نتنياهو لتهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء. وثم الخطة الثانية حتى أعطيك المخطط، كان تهجير أهالي الضفة الغربية إلى الأردن، ثم التهجير الثالث لأهالي 48، وهذه هي خطة نتنياهو إلى خارج ما يسمى بإسرائيل نقية، ما يسمى بهذا الكيان إسرائيل خالية من العرب. شكرا. شكرا لك أستاذ طاهر الشيخ الكاتب والصحفي، مرحبا بك مرة أخرى على قناتنا نيو ميديا، وهكذا نوفي حصتنا لليوم، إلى اللقاء في موعد جديد.